التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب الهندي نظرا للخبرة العريضة التي تتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمقر إقامته بنيودلهي سومانت سينها رئيس مجلس إدارة شركة رينيو باور. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول التباحث حول التعاون مع شركة رينيو باور الهندية بشأن مشروعاتها الإضافية في مصر لإنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة. من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة رينيو باور الاهتمام البالغ الذي تليه الشركة الهندية للتعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، لا سيما في ضوء دورها الرائد في العمل الدولي للمناخ. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته في نيودلهي جوتام أداني رئيس مجموعة أداني الهندية العالمية العملاقة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث بشأن الآفاق الاستثمارية لمجموعة أداني في قطاعات البنية التحتية في مصر، خاصة قطاعات المواني والمطارات، وأيضا مجمعات الطاقة الجديدة والمتجددة للشمس والرياح وشبكات النقل والتوزيع المرتبطة بها، وأيضا مراكز البيانات وشبكات الكابلات البحرية والأرضية المرتبطة بها، فضلا عن المناطق الصناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. أدانت مصر اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين الفلسطيني، ودعت إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية والتي تهدد بخروج الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية عن السيطرة، محذرة من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة. وأعادت مصر التأكيد على أن استمرار تلك الاعتداءات على الأرواح والممتلكات الفلسطينية يزيد من حالة الاحتقان ويقوض من كافة الجهود التي تسعى إلى إعادة إحياء عملية السلام وتنفيذ رؤية حل الدولتين. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بلاده تعتبر إرسال الولايات المتحدة ودول أوروبية أسلحة من بينها دبابات إلى أوكرانيا تدخلا مبشرا في الصراع. وأضاف بيسكوف أن مشاركة واشنطن ودول الغرب في الصراع بأوكرانيا تزداد، مؤكدا أن بلاده لا تفكر في تغيير وضع العملية الخاصة في أوكرانيا. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الحروب الهجينة التي تشنها الدول الغربية لن تكون قادرة على وقف تطوير مراكز جديدة للقوة الاقتصادية والسياسية في العالم. وأضاف لافروف أن تشكيل عالم متعدد الأقطاب هو عملية موضوعية ولا يمكن إيقافها، لافتا إلى أن الغرب والولايات المتحدة يحاولان عكس هذه العملية. وتأهل فريق ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد فوزه المثير على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الدور ربع النهائي، وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لكل فريق. وفي الأشواط الإضافية نجح الفريق الملكي في تسجيل هدفين ليخطف بطاقة العبور ويكمل المربع الذهبي. مشاهدينا، نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.